رحت كافيه في مكان شعبي كده وطلبت ايس كوفي كان تمنه 25 جنيه، ولقيت ان هو اصلا عامل ايس كوفي بالهوز ب 25 جنيه وشويه شوكولاتات وكده يعني، فقلت ما تعالى نعمله في البيت بسعر ارخص من 25 جنيه بكتير جدا. ودي ممكن نخليها سلسله جديده، ان انا اجرب لكم المطاعم او اجرب لكم الكافيهات ونعمل نفس اللي في الكافيهات ده بس في البيت بسعر ارخص. فيلا بينا نبدا على طول. طيب هنحتاج كيس نسكافيه عادي بجنيه في كل حته، وكيس شوكولاته برده بجنيه في كل حته. لو انت عايز تجيب الشوكولاته دي قشطه، لو انت عايز تجيب السيرب ده برده تمام، ده هيوفر معاك جدا، ولكن ده هيبقى ارخص كتير جدا جدا بجنيه. وطبعا الهوز ده كان موجود ب 2 جنيه في السوبر ماركت، يعني الحوار كله كده لحد دلوقتي مكلفني بالظبط 4 جنيه. ويلا بينا نشوف على طول هنعمله ازاي. طيب نجيب اي خلاط عندك، انا عندي الخلاط الصغير ده، يعني هتجيب الخلاط ده وتفتح كيس النسكافيه تحطه في الخلاط، وهتحط كوبايه لبن، وهنركن بقى ده كده على جنب خالص، ونجيب طبق وسكينه. ده شكلها من جوه، هتقطع نصها بالظبط كده، ترجع النص الاولاني للكيس تاني، والنص ده بقى هتقطعه حتت صغيره عشان تحطه في الخلاط. انت طبعا لو بتستعمل طبعا هاند بلندر والكلام ده ممكن ما تقطعهوش، ولكن بس عشان انا الخلاط اللي معايا ده ما بيقطعش الحاجات الجامده يعني، فعشان برضو اضمن اللي هو اتهرس خالص في الكوفي والكلام ده، فانا هقطعه حتت صغيره جدا جدا. وانا بقطعه كده يا صاحبي عايزك تقول لي برضو ايه رايك في زاويه التصوير. طب انت شايف دلوقتي حاجات كتيره جدا جدا في التصوير وكده، لان انا بستعمل عدسه جديده، فلو جامده يعني ونفع معانا والكلام ده اكتب تحت في الكومنت. طيب تمام بقى، من المنظر ده كده قطعته خالص. هتجيب بقى القهوه دي تحط بقى عليها شويه الهوز اللي انت عملتهم تمام، وهضيف شويه ميه، ومش هحط سكر، وهعتمد على سكر الهوز والكريمه اللي انت بتحبوها. يواله 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 يواله. طيب ونقفل بقى ونسمع احلى صوت في الكون حرفيا، يلا بينا. الصوت ده بحبه جدا جدا. ازميلي. طيب نسيب بقى ده على جنب خالص، ونجيب الكوبايه بتاعتنا اللي هنعمل فيها. ولو خدت بالكم دي نفس الكوبايه اللي كانت في الكافيه بالظبط، هي اصلا جايه كده عندي يعني. وهتجيب لا اما السيرب الشوكولاته ده انا بستعمله ان هو بيبقى خالي من السكر خالص، شوكولاته بتنفع للدايت والكلام ده، لا اما تجيب دي ام جنيه، وانا هستعمل دي طبعا عشان التكاليف، عشان اطلع لك باقل التكاليف حرفيا. فتعالوا نفتحها كده، وهتبدا تزين الكوبايه بتاعتك زي ما كان في الكافيه كده بالظبط تمام كده. هي عملت معايا الشكل ده كده. انت عايز بقى تزود ممكن تجيب مثلا واحده كمان، والتكلفه هتبقى ب 6 جنيه بدل 5 جنيه. فانا هكمل من ده عشان بصراحه معيش واحده من دي تاني يعني. وهتجيب شويه تلج كده عشان تحطهم. صباح الفل، صباح الفل جدا. خلاص تعودت بقى يا صاحبي، اي فيديو اكل لازم اعمله لازم اغرق الدنيا واجيب العيد، فعادي يعني. نأسف لهذا العطل الفني، الدنيا كانت بس في زلزال يعني، والشغل ده الرينج لايت وقع وحوارات كتيره يا صاحبي، بس يلا نكمل اللي احنا بنعمله. طيب حطينا التلج، رغم كل الصعوبات هتجيب بقى اللي انت لسه عامله هنا ده كده، وهتصبه بقى هنا. ريحته جامده جدا. انا حاسس ليه اللي الدنيا مكركبه، انا مش عارف ليه. هتقوم بقى جايب ده يا صاحبي بقى ايه، وصبه بقى كده. بس انا مش عايز حاجه تاني من الدنيا، خلاص انا مش عايز حاجه تاني من الدنيا. طيب ده كده هيبقى شكله، ولكن هو كان عامل برده تركايه ان هو حاطط شويه هوز من فوق كده، فعشان كده قلت لك سيب النص التاني ده، هنقطعه برده كده حتت برده صغيره علشان نحطها فوق على الوش. طيب يا زميلي قطعناها بالشكل ده، هنجيب بقى ايه ايس كوفي دي، نعمل بقى واحده كده. ولا 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 ولا، استنى تاني ولا 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 ولا. حته بقى كده بقى فنيه بقى من عندي، ان انا اخد دي كده واقوم عاملها ايه بقى زي ما هو كان عامل كده تمام. هيتبقى حته بقى في الاخر، ودي اهم حته حرفيا واهم حته في الفيديو، الحته اللي في الاخر دي هتحطها في بقك بقى يا زميلي، عشان هي اصلا ايه يعني مكافاه بقى باللي انت عملت بقى حاجه حلوه بقى، فدي بقى ايه البوينت بتاعتك بقى، المكافاه بتاعتك. ويا زميلي ايس كوفي بالهوز كلفنا بالظبط 5 جنيه، وكان في الكافيه كان ب 25 جنيه. الناس بقى تقول لي بقى انت استعملت بقى لبن بقى، واللبن ده بفلوس، واستعملت خلاط، والخلاط ده بيتشحن، والشحن ده بالكهرباء، والكهرباء ده بدفع فيها كهرباء، وانا قاعد في مصر وبدفع فيها ايجار. فا ايس كوفي بالهوز ب 5 جنيه يعني انت وفرت 20 جنيه حرفيا. ولو عجبك الفيديو شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 قبل نهايه السنه، بيكو هنقدر بالصعبه والله. ويا زميلي مس كده على الانستجرام كده يا زميلي عشان ما يبقاش وحيد بس والنبي يعني، مس كده عليه والنبي. وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم.